أكون جنبك ونام على صدرك للصبح. مشتاقة نرجع مع بعض مثل المجانين. مشتاقة نعمل شغلات ما عملناها من قبل عامين. نمشي؟ والله لقلها عن أبوه على أبوها. طلعي فيه، تعرفيه منيح؟ كيف ما بعرفه؟ كان يشهو مرته الله يرحمها قبل ما تنقتل. ليش كانوا متجوزين؟ كيف لك؟ متجوزين بس يحبوا بعضهم كثير، بس الله ما عطاهم اولاد يا حرام. كان تجي تشكي لي تقعد هون عندي. طيب يلا اوكي، انا برجع بحكيك. باي باي. بونجور. بونجور. طمنيني، كيف هالماما؟ ماشي حالها. حرام كيف بدها تتحمل يلي صار؟ شغل فضيحه للعيله، وانا اكثر واحد اكلها من الطرفين، مرت ابن خالتي وشريكي. صدقيني ما عم بعرف وين بدي وجهي من الناس اللي بعرفهم، الموظفين بالمكتب، حدا اذا شافني وسالني شو بدي اقول له؟ كارثه. اذا وجودي بالشركه ثقيل عليك في استقيل. شو هالحكي هيدا؟ مين جاب سيره الاستقاله فيي اعرف؟ بعدين انا والشركه ما قلنا غنى عنك ابدا، فانسي هيدا الموضوع، ما تجيبي هيدي السيره على لسانك مره ثانيه. ما راح فينا نفوت، شكلهم درك اجوا قبلنا، خلينا نمشي. لينا كيفك سمر؟ الله يرحم بيك، شو قضينا سوا ايام حلوه وقت اللي كنت عم بجرب صير محامي بعد التخرج. وليه ما كفيت محامات؟ اذا انطلب منك تدافع عن موكل بينك وبين حالك بتعرفي انه مذنب وانت بشطارتك قادره تبريه، بتدافع عنه شيء؟ ما بعرف، بس انا المحامي هيك شغلته، ما هيك يدافع عن موكله. بيك بوقتها سالني نفس السؤال الله يرحمه، كان جوابي لا، انا ما ببرئ انسان منه بريء او بيستاهل البراءه. مشان هيك باخر فتره التدريب قال لي يا ابني روح صير شرطي، انا ما ترددت، ظبطت ورائي ومع وزجي على الامن الداخلي. سمر، طلعتك من البيت مش مظبوطه، لازم ترجعي. انتوا اثنين عاقلين وناضجين، ما كان لازم ابدا توصل الامور معكم لهون. خبرك ليه تركت البيت؟ لا هو التفاصيل ما خبرني، بس اجازته وانت ما جيتك لهون اكيد انه مرتبطين ببعضهم القصص. لكن احنا بين ايدينا في قضيه كثير صعبه ومعقده، وانا بحاجه لجاد بالمكتب. جاد من افضل الشباب عندي، وانا عارف انه ما في غيرك بيقدر يقنعه انه يرجع. هلا مشان هيك بدك ياني ارجع على البيت؟ لاني بعتبرك مثل بنتي. بدي اقول لك انه المراه ما لها الا بيتها وجوزها، واحلى وظيفه ممكن تحصل عليها بحياتها هي انه تصير ام. ايه معناتها خبرك مش غلط. هلا توقفي لي شوي الدكتوراه وتجيبي له ولد، جاد بحبك. هلا زوجك شوي صعب ببعض الاحيان، اساليني الي، والامور عنده يا اسود يا ابيض، بس هو ابدا ما كان قاصد انه يضايقك. ايه لا، ضايقني ومش الحال. بصراحة أنا هلا مش مهتمة لشي غير درسي، فما بعرف إذا في يساعدك بشي. سمر، ما تخسروا بعض، جاد بحبك، جاد أدبي. أنت متأكد إنه جاد من الأشخاص اللي بيستحقوا تدافع عنهم؟ كيفك لينا؟ ايه أنا بالمستشفى ورايح على المكتب، بدي إياك تلاقيني ضروري، في شوية حسابات لازم نراجعهم سوا أنا وياك. يا لينا بشرفك اسمعيني، الحياة بدها تكمل والشغل بده يمشي، وأنت لازم تكوني موجودة وتنتبهي على مصالح جوزك ومصلحتك ومصلحة ابنك. يلا أنا رايح على المكتب وناطرك هونيك، يلا باي. فوتي لينا فوتي، أنا قلت خلص ما بقى رح تجي، تأخرت الآن، كل الموظفين فلوا وأنا كمان كنت رايح. كنت تعبانة شوي. لا لا لينا غلط اللي عم تعمليه، لازم تكوني قوية، مش كرمالك بس، كرمال ابنك. إن شاء الله. بعدين أنا محتاج لك إنك تكوني قوية تقدري تجي على الشركة ونمشي الشغل سوا، وبدي إياكي إنك تحطي محاسب من قبلك، وفي شوية فواتير كمان ضروري انك تشوفيهم حتى تمضيلية. يلا رح جيب. ما قدرت ما اجي اشوفك. أنا لازم أروح. اشتقت لك وما رح خليك تروحي. أعطيني المفتاح. أني واحد. ما بعرف إذا اللي عم نعمله صح. يلي عم نحسه أنا وأنتي بيخلي الخطأ صح والصح خطأ. خايفة ينكسر في شيء وما يرجع يتصلح. ليكي فرح، الحظ هو اللي جمعنا وهو اللي عم يقرر عنا كل شيء. شو ما عملنا ما رح نقدر نعكسه. هيدا الشيء اسمه شنو؟ انت بتحبني بحبك، ما في قد ايه. ما في غير سيارة واحدة. بس حضرة الضابط أنا ما بدي أدي عليها، كل هيدا يلي صار هو سوء تفاهم مش أكتر. حتى لو سقطت حقك، المدام دخلت على موقع جريمة مختومة بالشمع الأحمر وخربت الأدلة بقضية هي إلها علاقة فيها بشكل مباشر. يعني رح تضل عنا الليلة وبكره الصبح بنحولها على النيابة. قايتلك مرة اتضايقت على ايه؟ كان تليفوني سايلنت، ما انتبهت وكنت عم بدرس. طلعتي 3 مرات اونلاين على الواتساب بعد ما دقيتلك. بدنا نضلنا هيك؟ جاد شو بدك؟ بدي ترجعي على البيت. البيت فاضي من دونك. امبارح جربت نام بأوضة النوم ما قدرت. نمت بالصالون على الكنباية. آكل؟ عاملة باستا. ليه عم تتهربي مني؟ غلطت بحقك مزبوط، بس أنت كمان غلطت بحقي. هيدي منا طريقة بيظهروا فيها من البيت. مش كرمال هاي القصص اللي بلا طعمة تبعك. عن جد؟ عن جد شايفة قصة ما إلها طعمة؟ هالقد زعلي مش حرزان؟ بلا زعلك حرزان، بس أنت حد كتير ودغري بتكبري القصص. جد أنت بتقول إنك بتحبني، بس أنت ما بتعرف تحب. أنت بتحب حالك، بتحب راحتك معي، بس ما بتحبني إلي. أو يمكن بتحبني بس مش كفاية. بحبك. بحبك كتير كمان. مش مزبوط. لو مزبوط هالحكي كنت تتقبل أخطائي وعيوبي قبل ما تتقبل الأشياء الحلوة اللي فيها. أنت بدك جيب لك ولد، وأنا مش قادرة، ويمكن ما أقدر صير أم بحياتي. هيدا حكي فاضي. ما في مرة بالعالم ترفض تكون أم، وأنت مثلي محروقة تجيبي ولد. هيدي قصة الجامعة والدراسة بعرفها، لأنه أنت وحدة جبانة أخذتيها حجة. خايفة تحبلي مرة تانية وتفشلي، قوليها. حتى لو حكيك صح، كان فيك ما تقوله وتجرحني. شفت؟ قلت لك ما بتحبني. بالنسبة إلك أنت، العالم اللي حواليك هن عالم عندهم وظيفة بس بتخصك أنت. يعني المرأة لتجيب لك ولاد، الولاد تيرضوك ويرضوا أنانيتك. لك حتى المجرمين مش عم بتشوفهم كأنهم إنسان وعندهم قصص ومشاعر وعالم بتحبهم. فكر إنه الله خلقهم بس كرمال حضرتك تجي تكمشهم وتزتهم بالحبس. بعد ما طلعتي من عند كريم من الشركة وقبل ما تروحي على بيت الصفصاف، مرقتي على المستشفى. شو مرقتي تعملي؟ مرقت أطمن على جوزي. ومعك مسدس؟ كان بدك تقتليه؟ ما نزلته معي، ضل بالسيارة. أصلاً شو إلك شغل بالمسدس؟ ليش سرقتي؟ كانت حالتي النفسية سيئة وكنت أنا اللي بدي أنتحر. كاميرايات المستشفى صورتك وكان المسدس بإيدك. أنت رحتي على المستشفى حتى تكملي شيء بلشتي فيه أول مرة وما اكتمل. شو قصدك؟ ليش ما تكوني أنت اللي قتلتي فرح؟ أنا ما قتلت حدا. بس فرح عدوتك. فرح كانت ناوية تاخد جوزك. قررتي تواجهيها وتنتقمي منهم. لحقتيهم بسيارتك، كسرتي على سيارة عامر، قلبت سيارة عامر، فاتكم ما فكرتي مات. نزلت فرح من السيارة، ووصتي عليها، قتلتيها. حتى يبين الحادث قضاء وقدر، حطيتيها بسيارتك ورحتي دفنتيها بعيد عن محل الجريمة. بس من كتر لبكتك نسيتي تنقلي أغراضها من سيارة جوزك. مو صحيح. فيكم تسألوا البنت اللي عندي بالبيت إني ما تحركت من بيتي بليلتها. ليش رحتي على المستشفى ومعك مسدس؟ ليش خربت الأدلة من المطرح اللي كنا مسكرينه بالشعب الأحمر؟ فإذا رح تبقي عندنا كم يوم على ذمة التحقيق. شوفي وين أخدينا؟ من صباح؟ خير، شو في؟ ما بعرف، كانوا اخذين لينا وما سمحوا لي احكي معها. شو؟ ما بعرف، ماني مرتاحة. ما كان لازم نجي لهون وما لازم نكون بهالتخت. من بكره رح بلش دور على مكان تاني إلنا لحالنا، بس أنا وأنتي بس. طب يلا أنا حفوت أتحمم، تأخرنا، لازم نمشي. شو؟ يلا خلصت. حاسك مبسوطة انك ما تركتي النادي؟ ايه، كنت رح ازعل من حالي كتير. حرام لينا، ما بتستاهل. وين وقع؟ طيب أنا بكرة الصبح بطلع على الشاليه. خلاص ما تقلقي. ماشي، باي. شو وينكم؟ مرقت اخذت اغراض ولكنا نحن على الطريق. شو لوين؟ على الشاليه؟ شو نسيان انه عنا عزيمه اليوم؟ العمل نسيان. طيب اوكي، خلص شغلك والحقني لا تتاخر. طالع هلا على الجبل، لينا سابتني لهنيك. نسيان انه عنا عزيمه اليوم. شو؟ لا تخافي رح اصل قبلها. فينا نحكي بعدين؟ طيب ماشي، باي. محامي الشركة عندنا رح يقابل النائب العام ويحاول يطلع لينا بكفالة. كنان مستفقد كثير لأمه. طبيعي، بس أنت ما تعتلي هم، هيدا المحامي كثير شاطر وإلا ما يلاقي طريقة حتى ترجع على البيت. لينا مستحيل يكون لها علاقة باللي صار، مستحيل. لينا إذا قتلت برغشي ما بتنام طول الليل. تفضل. ما تواخذني البيت مكركب شوي، مرتي مسافرة وأنا لوحدي هلا. لازم ترجع للقضية، لينا موقوفة عندكم ورح يتهموها بقتل فرح، وأنت لازم تساعدها. أنا متأكد إنه ما لها علاقة بهالقصص. شو اللي بأكد لك؟ لأنه مستحيل إنها تقتل. مستحيل؟ ما في شيء مستحيل. البني آدم لما ينحط بظرف قاسي بيقلب لوحش، بيقتل، بيسرق، بيعمل قصص فظيعة بالظروف العادية ما بيعملها. بس البنت اللي بتشتغل عندها شهدت انه ما شافتها طالعه من البيت هديك الليله. يلي قالته البنت انه كانت نايمه وما حست على شيء. لينا بريئه وعندها ولد وجوزها بالكوما، بجوز انه ما يصحى، يعني في امل كثير كبير انه الولد يربى من دون بي ومن دون ام اذا لبستوها هيدي التهمه. وهيدا ظلم. ما هيك؟ هلا ما بعرف شو هي الظروف اللي خلتك تترك القضية، بس كل اللي بعرفه انه كان وجودك مهم. بالمناسبة لو كنت بعدني عم بشتغل على القضية ما كنت مطول لوقفها للينا، ويمكن وقفك لألك كمان. بجوز، بس بكل الأحوال هيدي القضية بتستاهل إنك ترجع كرمالها. نحن بنستاهل تحقيق مبني على أدلة مش على شوية شكوك. بالنهاية نحن بني آدمين من لحم ودم، عنا أولاد بدهم يكبروا. كنت عارف رح ترجع. بدي اشوف ملف التحقيق تبع لينا. قضية كلها لك. يلا اعملي لك تنظيفة صغيرة وخلينا نبلش نحضر الأكل، إيه؟ تعال هون. تعال هون. بلشي بغرف النوم. مرحبا لينا. شو اجي؟ ايه التغى موعدي وقلت ما عندي شي اليوم بجي بساعدك. اوكي. انت منيحة؟ ايه منيحة. في شي؟ لا لا ابدا. نزلي لتحت ساعدي المدام. ايه بعدين بتكملي. ليش هيك ناكد تخت على شو متدور؟